القطاعات المتكررة للمياه فاتقع عندنا لعات موضع بيان من الشركة المكلفة بالمياه. سببها سببين، واحد على أن تدفق المياه في المنشآت الهبوط الساحلي على أنه خف في الفترة الأخيرة نظرا لحاجية المنشآت للصيانة وارتفاع درجات الحرارة اللي خلقت الأيام الفايتة اللي سبت حاجة أكبر على المياه. الوزارة والشركة المعنيتين قابلين الإجراءات العمل على الجوانب الاثنين، واحد عملية الصيانة اللي تمكن هبوط الساحلي من ضخ أكثر كمية قاعدة تضخ من المياه، والعمل على زيادة المياه اللي متدفقة المكشوط ب 20 متر مكعب، وبدأ العمل في ذاك الإطار يدور يتم في فترة قصيرة شهرين أو ثلاثة، يدور إن شاء الله قضية المياه اللي نتجت عن ارتفاع الحرارة تنحل بإذن الله.